باش تبدا في التجاره الالكترونيه اول حاجه اخويا خصك تعرف انه لو بغيتي تبدا التجاره الالكترونيه عندك دو شوا، عندك جوج طرق اللي ممكن تبدا بهم التجاره. نعطيك ثلاثه الطرق، عندك جوج طرق اللي ثلاثه الطرق باش تبدا بهم التجاره الالكترونيه. عندك اما انك غادي تخدم يعني شي سلعه ديالك، يعني انت اللي غتصاوبها. كاين الناس دابا تيخدموا في الكوزميتيك، الجلد، عطا الله، يعني كيصاوبوا دي برودوي هما وتيبيعوهم. واخا هاد المساله ديال انك تصاوب برودوي وتبيعو، هنا عندنا واحد التجربه مختلفه اللي هي انه تيخصك تكون ديجا تنهضروا هنا على واحد الحاجه كتسمى البراند. الا كتسمع البراند هي العلامه المسجله، يعني كنوليو كنهضروا بحال مثلا قلتي امير الرغيب صوب واحد البرودوي، اذا دابا هذيك البراند اللي عطينا للبرودوي امير الرغيب، يعني خصني تكون اهل انها تكون بسميت امير الرغيب، ما يمكنش انها تكون طايحه، فهمتي؟ اولا تكون ليكسبيريونس ناقصه، يعني بنادم مثلا كيلقى مشاكل في التليفون، كونفيرماسيون عيانه، ليفريزون كتعطل على الناس، يعني هاد المشاكل هادو علاش حتى يضروا بالبراند ديالي، البراند اللي هي امير الرغيب، فهمتي؟ تيقول لك هذا اخونا، يعني تيخص يكون عندك ديجا انت واحد ليكسبيريونس لا فيما يخص ليفريزون لا فيما يخص، يعني تيخصك هنا بون انت كواحد يلاه بادي، ولكن بغيتي تمشي في هذا الطريق هادي. الوغ بغيتي تمشي في هذا الطريق هادي خصك تعرف، وكاين واحد المشكل اخر سمح لي نسيتو، هو الاهم، هو انه مشكل مادي بالمحض، لانه هنا تيخصك اخويا كتخسر بزاف ديال الفلوس باش تيستي، باش تصاوب البرودوي وباش تيستي، يعني كتصرف من جيبك فلوس اللي هي كبيره بزاف، سورتو الا دخلتي لبعض المجالات اللي تيكون فيها لي شوا كثار والالوان كثار، وهذا يعني تخسر فيها فلوس بزاف. فانت تقدر مثلا تقول لي ودي انا عندي الفلوس، انا عندي فلوس ما عنديش مشكل، وبغيت انا نصوب واحد البراند مثلا ديالي وبغيت نبيع فيها ونشري، ما عنديش مشكل. الوغ انت هنايا انت مطالب انه الا ما كانش عندك ليكسبيريونس انك تستعين بناس اللي هما غيوجهوك، هما اللي غادي يعني هما اللي غادي يوجهوك في هذاك ها شنو الحوايج اللي خاصك ديرها اللي ما خاصكش، الاخطاء اللي تتفادى، هذا باغ ليكسبيريونس ديالهم خصهم هما يوجهوك باش انت تطلع هذيك البراند ديالك، فهمتيني؟ ما عندكش اخويا الفلوس وما عنديش التجربه، اش خاصني ندير؟ خاصك تمشي في الجينيرال. شنو هو هذا الجينيرال؟ هذا الجينيرال هو انك تبيع وتشري فاش ما عطى الله، يعني كاع لي برودوي الجينيرال اللي كاع لي برودوي كيجيو من تشاينا اولا لي برودوي تيكونوا هنا في المغرب، انت بيع وشري تبيع فاش ما. فهاد القضيه ديال تنبيع فاش ما عنديش هنا هنا عندي مسموح لي ندير الاخطاء لا في ليفريزون لا في الكونفيرماسيون، ما عنديش مشكل. علاش؟ حيت ما عنديش واحد الاسم تجاري. انا اليوم كنبيع بلا باس سميتها عبيقه، غدا نبيع بسميه اخرى. خاصكم تعرفوا واحد القضيه، الناس اللي يلاه بادين اولا الناس اللي باغيين يديروا هذا النوع ديال التجاره، يعني باغي يبيع يشري فاش ما، راه ما كتهمناش سميت لاباج وما كتهمناش اسم الموقع. هادشي راه ماشي تنقولوه سامعين به، هادشي راه تنقول لكم خدمنا به، يعني انه انا كنهضر عليك ديك الساعه ملي كنا حنا كنخدموا في الجينيرال، راه كنا لاباج، ماشي لاباج باش كتبيع. دابا كاين الناس اللي باغيين يخدموا جينيرال وكيقول لك اش سميه غندير لاباج، واسميها عبيقه على ضمانتي انا كنتحمل المسؤوليه، سميها زمح، لاباج سميتها زمح، وغد حيت لاباج كي كنديروا بها الاشهار، حيت ملي كتولي كتهتم بلاباج وهذا غادي تسمى البراند، هذه حاجه اخرى. شتي السيت نوم دومين سميه 1234abcd.com، ما تيهمش في المغرب كتبيع باج كما كان وسميتو، ما كيهمش، فهمتي؟ انا كتبيع انت في الجينيرال، وهنا كما قلت لك انت مسموح لك انك دير الاخطاء، يعني انك تقدر مثلا الكونفيرماسيون ما كديرهاش مزيان، اولا مثلا ليفريزون باقي انت عندك مشاكل مع لي ليفرور، باقي عندك مشاكل مع الشركات، يعني كتصيفط السلعه باقي عندك، باقي ما ضبطش هاد الامور، باقي ما ضبطش كيفاش تمتص غضب الكليان، باقي ما ضبطش كيفاش تابسيلي مع الكليان. كاينه واحد الحاجه سميتها الابسيل، هي يعني انه مثلا الكليان جاي يشري من عندي واحد الحاجه، نقدر انني نزيدو نفس الحاجه يولي شاري جوج بثمن واحد، اولا كنزيد شي حاجه مكمله، مثلا بحال مثلا نقدر باغ اكزومبل هذاك الكليان شرى من عندي صمطه ديال الظهر، نقدر نزيدو مثلا الناس اللي كيضرهم الظهر مثلا كتضرهم الركبه، مثلا تضرهم عرق سياتيك مثلا. علاش؟ لانه داك البرود داك العظام كيتحك ليه كيقيس ليه واحد العرق كيتسمى عرق سياتي، نقدر مثلا نابصيلي معاه مثلا واحد الصمطه اخرى كدار لي مثلا كتهم داك عرق سياتي، اذا هاني بعت الصمطه ديال الدار وانت تقول ليه واش في الابسيل واش كيضرك عرق سياتي، تقول لي راه كاين تبيع ليه باك، يعني هذا تيتسمى الابسيل. فقلنا انه في هذا الجينيرال حنا ما كنهتموش باسم العلامه التجاريه، بل حنا كيهمنا اننا نبيع ونشري.
بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا ويشريوا، كاين الناس اللي كيمتهنوا التجاره الالكترونيه هنا في المغرب او الكاش اون ديليفري هنا في المغرب منذ سنوات، ولكن منذ سنوات هما خدامين في الجينيرال نيش، منذ سنوات هما كيتقاتلوا في هذا البرودوي وهذا البرودوي. واش هاد الناس خدامين؟ اه خدامين، ولكن دائما هما مهددين. علاش؟ نصيحتي لك اخي ملي كتبغي تبدا التجاره الالكترونيه خاصك تعرف واحد القضيه مهمه جدا، ان التجاره الالكترونيه هي تجاره تنبني على العلاقات الانسانيه بشكل اساسي. انه انا ملي كنبغي ندير التجاره خاص يكون عندي اولا واحد المخطط، يعني انت كواحد باغي يبدا التجاره الالكترونيه خاص يكون عندك واحد المخطط ديال سنه ديال سنتين ديال ثلاث سنوات ديال اربع، خاص يكون عندك واحد الفيزيون، ماشي غادي غير هكاك. للاسف الشديد كما قلت انا بزاف ديال الناس اللي كيديروا التجاره الالكترونيه غاديين اوبيف كيعيشوا النهار بنهارو، هذا خطا. ما خاصكش اخي الكريم انك تخلي انك تكون غادي في واحد العشوائيه، هذيك العشوائيه ما غاديش تخليك انك تحدد اهداف مستقبليه. فبالتالي خاصك اول حاجه انت كتبي يلاه بادي التجاره الالكترونيه ان راه تتبني على العلاقات الانسانيه، يعني خاصني اولا نبني علاقات انسانيه، خاصني نعرف ندير التجاره باش ديك الساعه ملي نولي تنعرف ندير التجاره عاد ننتقل للالكترونيه. الكترونيه راه فيها، المهم انا تنقول لك خاصك تبدا بالتجاره، يعني خاصك دير العلاقات الانسانيه ومهم طورا كتدير التجاره الالكترونيه. حيت التجاره الالكترونيه خير كريم، التجاره الالكترونيه فيها غير فيسبوك ادز والموقع، راه ما فيهاش حتى شي حاجه. وكاين الناس اللي كيبيعوا بالسناب شات، كاين الناس اللي كيبيعوا بالتيك توك، كاين الناس اللي كيبيعوا بالاس ام اس، وكنا هضرنا واحد المره على الاس ام اس والاهميه ديال الاس ام اس فيما يخص القواعد البيانات، وانه ممكن انني ندير كونفرشن غير بجوج دريال ثلاثه دريال حسن ليا من انني نخسر فيسبوك ادز 5 درهم 10 درهم على المبيع. ف باش 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 نرجعوا، الاهم هو انه التجاره في المغرب اخويا كاينين الناس. انا دابا كنعطيكم واحد الرؤيه عامه باش تعرف هذا الشيء. هضرنا على العلاقات الانسانيه، المهم في هذه العلاقات الانسانيه خصك تعرف واحد القضيه، ان التجاره الالكترونيه اللي كلشي كيصد علينا بها راسنا وكلشي تيقول لك اودي الاسرار فيسبوك، راه ما كاينينش اسرار خويا، تنضمن لك هذه الهضره تنقولها واتحمل مسؤوليتي، ما كاينينش اسرار في التجاره الالكترونيه. خصك تعرف واحد القضيه، راه السر كل السر في البرودوي، وهذه هي الفكره اللي مشات ليا. كاينين الناس اللي كيجيو عندي تيقول لك اخويا انا بديت واحد التجربه ديال علي اكسبريس، كنشري مثلا واحد 30 حبه وتنفرقها على العائله، كنجيب مثلا 10 للمدام 10 هذا وكنفرقها، انا مثلا استاذ كنبيع مع الاساتذه اللي معايا اولا هذا، والحمد لله داك الشيء مزيان خدام مزيان اللهم بارك. واه باش كتجي السلعه باش كطير، اولا شي واحد تيقول لي مثلا كنجيب هذيك السلعه كنحطها في الماركت بليس واللهم بارك حنا غير ماركت بليس وكنبيعوا. دابا انا السي امين بغيت نطور هذا الشيء وبغيت نولي تنبيع بالاشهار وتنبيع هذا. دابا هذا الشيء باش نرجعوا ان التجاره الالكترونيه ما فيهاش سر، لانه هو بدا من واحد المنطلق بسيط جدا، انه كيبيع في الماركت بليس هذا شاف السلعه كطير قال اه الوغ انا راه ملي غنولي تندير الاشهار راه غنولي تنبيع في النهار 300 حبه و1000 حبه و2000 حبه، لانه اخي بالاشهار غنجيب اكثر، وانا 30 حبه كطير ليا في 7 السوايع، يعني راه هو غير الماركت بليس ما كنخسر. ها هو تيبدا من هذا المنطلق، ومن هذا المنطلق خاصك تعرف بما راه التجاره الالكترونيه في المغرب السر الكبير فيها هو البرودوي، هو البرودوي هو النيش. دابا انت اخويا خاصك تعرف واحد القضيه، ان في المغرب كاينه ازمه النيش، ازمه البرودوي، كاينه ازمه ديال البرودوي، البرودوي ما كاينش، برودوي ما كاينش، حيت اخويا الا تحطي في البرودوي كنتي بوحدك تجيب البرودوي غتبيع بحال داكشي ديال علي اكسبريس. ولكن ملي غتبغي تبدا التجاره الالكترونيه في المغرب، اولا راه ما يمكنش لك اخويا تجيب 200 حبه 300 1000 حبه 2000 حبه 3000 10000 حبه، راه ما يمكنش لك تجيبها من برا سهله، راه خاصك تجربها في لامبورطاسيون. لامبورطاسيون عالم بوحدو فيه نصابه وفيه وين فيه كثير في كثير ما يقال، بحال دوك الناس اللي تيجي يقول لك مثلا انت ملي انت كتكون من واحد المنطلق ديال انك تجيب سلعتك كتجيب ديك السلعه من علي اكسبريس وكتولي ب 1000 حبه 2000 حبه تقول شوف غنشوف شي واحد راه واحد الجروب فيسبوك تيقول انا نجيب لك السلعه اللي بغيتي، وكتمشي عند هذاك السيد، هذاك السيد اخويا 90% تينصب عليك، اه تيجيب لك سلعتك ولكن تينصب عليك، تينصب عليك بزاف الحوايج، تينصب عليك بزاف ديال الحوايج، تينصب عليك اولا، تينصب عليك اولا في دوك في التيفيا تينصب عليك، تيجيب سلعته بسبب سلعتك انت، كاين بزاف الحوايج تينصب عليك فيهم، فهمتيني؟ غير باش تكون عارف، يعني انت كتمشي عند هذاك، وحنا المغاربه دائما تقلبوا عليها سهله، لهذا قلنا عندنا لامبورطاسيون. ثاني حاجه حيت انت ما غاتقدش على لامبورطاسيون غادير غتبدا بالسلعه اللي كاينه، غاتمشي لكازا، حيت كازا فين غادي تمشي؟ عندك كازا ولا انزكان فكادير، السلعه اللي كتدخل كونتر بوند كتمشي لانزكان، السلعه اللي كتدخل بالديوانه راه غتمشي لكادير لكازا.
هذا هما جوج شوا عندك. غتمشي تما اش غتلقى؟ تلقى بزاف ديال لي برودوي، غتلقى بزاف ديال لي برودوي، انت براسك غتلف واش نشري انا هذا البرودوي ولا نشري هذا البرودوي ولا نشري هذا البرودوي. اذا انا خصك تيستي البرودوي، بغيتي تيستي البرودوي غتبدا تخسر الفلوس، خصك تبقى تخسر في هذا وتخسر في هذا وتخسر. واخا ها انت لقيتي البرودوي، البرودوي اخويا ما البرودوي اللي غادي تلقاه في المغرب ما غاديرش منه بزاف، ما غاديرش منه 1000 حبه و2000 حبه في النهار. علاش؟ علاش؟ حيت هذيك داك البرودوي اللي كاين في المغرب هي كعكه، كعكه كتاكل منها انت وتياكل منها هذا وتياكل، يعني انت راه ماشي بوحدك تبيع في داك البرودوي، راه كاملين كنبيعوا فيه، يعني واحد الكعكه مقسمه علينا كاملين. انت تاكل، انت تخرج 10 حبات في النهار، هذا تيخرج 20، هذا تيخرج 30، هذا تيخرج، يعني في التوتال ديال النهار كامل وغنلقاو مثلا تخرج واحد 300 حبه مفرقه علينا كاملين في المغرب، لاننا كاملين كنبيعوا ونشريوا في هذيك النيش. اذا الحل الثاني شنو هو؟ كاينين الدراري اللي كيبيعوا في هذه السلعه، وهنا كاينين ثاني البيع والشراء. البيع والشراء حنا تنهضروا على العلاقات الانسانيه. دابا ملي كاينين، دابا انت ملي غادي تدخل غتلقى ناس بناو علاقات انسانيه مع التجار. التجار اش كيدير؟ تتكون السلعه داخله، اش كيدير؟ اول حاجه اش كيدير؟ كيهز التليفون كيعيط لصحابو، الو ابراهيم، الو راه جات واحد السلعه جديده، غنصورها لك ونصيفطها لك في الواتساب. ما تحطهاش في المحل، هذيك السلعه اللي تتحط دابا في المحل راه ما راه قديمه، ماشي قديمه، المهم ماشي هي السلعه باش جايه باش دايره. تيجي الاخر اش كيدير؟ كيشد هذاك البروتي يقول ليه هي سر، تيصيفط ليه التصاور كيمشي يقلب على الفيديو كيقاد ليه فيديو كيصيفط ليه. المهم شوف هو كيقاد الكرياتيف كينوض يدير لها الاشهار. البرودوي خدام، تيقول ليه ابراهيم خلي لي هذيك السلعه كامله، يعني ما غاديش تحط لك هذاك البرودوي، ما غاديش يتحط لك في الفيترينه، غيبيع فيها ويشري. هذاك خونا غيبيع فيها 300 ويبيع، حيت بوحدو استولى على هذيك الكعكه، بوحدو غيبيع فيها ويشري. وثالث حاجه انه هذاك السيد خاصك تعرف هذه القضيه، شتي يكون هذاك السيد جايب 10000 حبه، هذاك خونا قد عليها. علاش؟ لانه ما يحطش فلوسو فيها. ابراهيم تا يعرف، ابراهيم كيضرب معاه الطواجان كيسانتاتاي، تيتصرف معاه عامين 3 سنين، هادي 10000 حبه غايقول ليه سير تبيع فيها وتشري ورد ليا فلوسي، كل شهر غيبدا يعطيه وغيولي خونا كيبيع في 10000 حبه بوحدو. دابا انا كنعطيك صوره على السوق اشنو فيه باش تعرف اشنو فيه. غادي تبغي تبيع وتشري السلعه اللي موجوده، غتلقى ثاني واحد المشكل اشنو هو؟ هي لا كاليتي راه ما كايناش الخوت، لا ما نكذبوا، كاينين دابا دوك الناس اللي كيبغيو يصفيو بينهم وبين الله، تيقول لك اخويا انا ما نبيعش هذا الشيء، راه ما تلقى ما تبيع اخويا، نكون معاك واضح، سلعه كاليتي قليله، داك الشيء الشينوا لا علاقه، قشاوش عاشوره كنقولها، قشاوش عاشوره، راه ما غاديش زعما تسحب كتمشي للسواق غتلقى شي سلعه، قشاوش عاشوره، وراه نتوما الخوت، راه فيكم ناس كيتابعوني شراو باغ انترنت في المغرب، وراكم شريتوا السلعه وشفتوا هذاك الشيء كيدير. قشاوش عاشور، واش المسؤوليه هنا ديالك انت؟ انت هي اخويا كرهتي تجيب، بغيتي تجيب الكاليتي، ولكن راه ما تلقاهاش في السوق، لانه اللي تيحكم في السوق هما لي زامبورتاتور، لي زامبورتاتور ما كيصفيوش، كيجيب لك اخويا السلعه لا علاقه. علاش حتى هو كيجيب السلعه علاقه؟ حيت باغي يربح اكثر، حيت حنا للاسف في المغرب حتى واحد فينا ما تيفكر دائما ديك النظره البعيده، لامبورتاتور باغي ياكل الماكسيموم، شي يربح غير هو ومن بعد وبعد الطوفان، يضرب 4 سنين 5 سنين هادشي يوقف ما عندوش مشكل، هذاك لامبورتاتور غيلقى واحد الطرف الخبز وغدا كان تيبيع في هادشي، غدا غيمشي يجيب لك الزربيه، هو ما عندوش مشكل، المشكل غتوحل فيك انت، انت اللي ما غاديش تلقى كاليتي. داكشي علاش ما كتبداش بالبراند؟ واش دابا فهمتي القلب؟ علاش ما تنبداوش بالبراند؟ غتبدا واش انت دابا براند؟ انت براند وغتخسر عليها وتخدم مع لي زانفلونسور ومع الفنانه تخسر فلوس الملايين، صح غتخسر على ديك البراند، وفي الاخر تصيفط السلعه ديال الشينوا لواحد يلقاها لا علاقه، راه انت تخسر بحال كترمي فلوسك في الزبل في البحر، حيت اللي شرى هذاك البرودوي في العظمى دير غتولي داير غير الباد بوز، غيبداو الناس يسبوا داك الانفلونسر، داك الانفلونسر يقدر ينوض هو يقول لك اخويا انا غيخلصوني، فهمتيني؟ يعني راه بحال رميتي فلوسك في البحر. داك الشيء علاش ملي تنبغيو نديرو براند، حتى الا كنتي غدير براند كما قلنا، اما انك تتصاوب سلعتك اولا انك تدير لامبورطاسيون، يعني هنا تتكون طيله واحد العام ولا عامين بديتي في جينيرال العلاقات الانسانيه، درتي علاقات درتي هذا فهمتي، وليتي كتعرف لامبورطاسيون القوالب هذا، عرفتي بزاف ديال الحوايج، عاد ديك الساعه وليتي كدير لامبورطاسيون، يعني انت وليتي قد مشيتي الشينوا، مشيتي لتركيا، مشيتي شفتي، عاد ديك الساعه جيتي بغيتي دير لامبورطاسيون، فهمتيني؟ اولا كاع ما مشيتي اخويا لقيتي ناس، اولا انت مثلا عندك عمك خالك، المهم واخا حتى عمك وخالك راه فيها كلام، المهم انت وليتي تدير لامبورطاسيون، حيت هنا ملي تتولي تدير لامبورطاسيون انت راه كتحكم في لاكاليتي ديال البرودوي اللي بغيتي، كتجيب دي نيش جداد، شي نيشات باقي ما شافوهم المغاربه، وانت الا خسرتي فلوسك على البراند، بنادم كيشري برودوي تيقول لك هاد الناس كاليتي، ها
هاد الناس برودويات ديالهم مزيانين، انت مثلا كدير داكشي ديال الالكترونيك، ولا هاد الناس في الجيمين ناضين، برودويات ديالهم في الجيمين رخاص وزينين، انت تلعب على واحد الكونسيبت. داكشي علاش تنقولوا ان التجاره الالكترونيه في المغرب جوج نواع كيخربوها، اللي كيخربها هما اللي كيديروا لامبورطاسيون ولا اللي كيصوب سلعتو. وخصك ضروري تبراندي. تركيا اخويا حكونا، تركيا فيها ما يدار، خصك ضروري انك تبراندي، حيت الا ما برانديتيش اخويا راه ما غديش واحد الاصل تجاري اللي بقى يجري عليك. الا ما برانديتيش راه ما غديش واحد الاصل تجاري. واش انت اخويا في نظرك خصنا يكون عندنا هذا المنطلق في التفكير، واش انت في نظرك غتبقى حياتك كامله تدير فيسبوكات، ولا واش انت في نظرك غتبقى خصك تخدم بالاشهار، لما نهار ما تخسرش الفلوس في الاشهار ما تبيع ما تشري، ما يمكنش. الاشهار مهم، ولكن انا ما خصش يكون عندي 100% ديال الريتورن جايني انا غير من الاشهار، راه خاص يكون عندي انه مثلا نقدر مثلا ندير واحد 60% ديال الناس عندي كيعرفوني، و 40% ديال سميتو ديال الناس كيجيوني غير بالاشهار. وبطبيعة الحال باش دير هاد المسألة راه خصك تخدم على اليوزر اكسبيريانس، خصك تخدم على بزاف ديال الحوايج. وتيبقى لنا واحد الخيار اخر، هو النقطة الثالثة اللي كنت هضرت عليها في الاول. دابا عندنا هاد الاشكاليات. كاين عندنا النقطة الثالثة هي الديجيتال، هو انك تبيع في الديجيتال. دابا الديجيتال ما عندكش مشكلة ديال النيش، ما عندكش مشكلة لاكاليتي، ما عندك حتى شي مشكلة من هادشي، وانه سي طندوم اللي ما غتحتاج فيه لا راس المال لا توزه، ما تحتاج حتى شي حاجة من هادشي. داكشي علاش انا كنفضل بالنسبة للمغاربة حاليا في 2000. شوف غتلقاو ان كلامي كل سنة كيتبدل، كل سنة باش كننصح الناس، لان كل سنة الدومين يتجدد، ودائما نقول انه من لا يتابع الجديد راه غادي يولي في القديم وغادي يسد، واي دومين راه فيه ما يدار، غير هو خصك تكون ذكي وتعرف منين كيفاش تراوغ. انا ما يمكنش ليا مثلا، انت مثلا عزيز عليك باغي شوف انت باغي تبيع في الفيزيكال، باغي تشري، بغيت تبدا بالكاش اون ديليفري، ولا باغي دير دروب شيبين، ولكن ما يمشيليش نمشي ليها غود، طريق ما يمكنش ليا نمشي غود، حيت على كيفاش تقصد بانه ما يمكنش تمشي ليها غود، حيت الا بغيتي تمشي غود في الدروب شيبين خاصني التجربه، خاصني راس المال، خاصني بزاف ديال الحوايجات. انا ما عنديش الفلوس، ما عنديش 2 مليون باش نبدا الدروب شيبين. بغيت نمشي كاش اون ديليفري، واني مشكله دابا النيشه، يعني ما يمكنش ليا نمشي ليها غود. اذا اش خاصني ندير؟ خاصني انني نعرف نراوغ، انني ندير المراوغه. فانا المراوغه نصيحتي ليك اشنو هي؟ هي بدا بالديجيتال. علاش خاصك تبدا بالديجيتال؟ لانه في الديجيتال صديقي عندنا بزاف ديال الحويجات اللي غادي نقدروا اننا نستغناو عليهم. اولا النيش، هنا ما غتقدرش تبقى كل مره تتيستي في النيش. هنا في المغرب جوج الحوايج كيتمشاو، عندك لي بي تي في، تبيع وتشري في لي بي تي في. الناس اخويا راه داروا الديور، داروا الحديد، داروا من لي بي تي في، باش تكون عارف. ما داروش هنا في البيع في المغرب، داروا البيع في برا، ولكن داروا الفلوس. باش تكون عارف، لا تحقر ياك، راه لا تسمع شي بي تي في ب 600 درهم 300 درهم وتحقر، راه تنهضروا في لا كونتيتي، راه الناس كيبيعوا اصلا. انت في الفيزيكال انت شحال غادي تربح كاع؟ لي بي تي في، كاين نيتفليكس، كاين داك الشيء ديال البي اس ان ديال البلاي ستيشن وداك التخربيق، كاين بزاف. المهم في المغرب اللي مشي دابا كاين عندك الاي بي تي في وعندك نيتفليكس، وهنا راه تتولي تقدر تبيع في العالم كامل وتقدر تبيع في المغرب كامل اللي بغيتي. اذا عندك جوج برودويات، هاد البرودويات اخويا كدير بهم كليان، وتيتقاموا عليك رخاص في الاشهار، وكيتقاموا عليك رخاص حتى في البرودوي اتسول في رخيص، فهمتيني؟ دابا مثلا كونت مثلا ليغال 5 ديال لي زيكرون مثلا في نيتفليكس بحال تيتقى ب 36 درهم، غتبيعو انت بواحد 60 درهم ولا 50 درهم، انت رابح واحد 20 درهم حتى 30 درهم رابحة في الشهر كليان، وتتبيع ليه 5 لي بروفيل، ماشي بروفيل واحد، 5 بالمود باص حياتك هذيك. بنادم تيشد من عندك هذاك الكونت، انا عوض ما نخلص واحد 130 درهم ولا 135 درهم على حساب البنكة واقتطاعات البنكة، غنولي تنخلص 60 درهم في الشهر مربوحة، غادي يولي كليان ديالي. كليان اخويا كيربح معايا 20 ولا 30، ربح معايا 20 ولا 30 درهم كل شهر، ضربها في العام، ضربها في عدد المبيعات اللي غادي دير ايكوم. اي واحد دابا تيتفرج فيا وتيدير ايكوم لوكال، تيتفرج فيا وتيدير ايكوم لوكال، راه تيعرف انه يقدر يدير 10 المبيعات 20 مبيعه شي حاجه في الفيزيكال عاديه جدا، راه ماشي واو، عادي جدا. 10 المبيعات ولا 20 مبيعه في الديجيتال، هذيك 10 ولا 20 غتبيع. وراه هضرنا على المشاكل ديال التجاره الالكترونيه، قلنا قشاوش 10، وقلنا بزاف الحوايج اللي شرا من عندي ما باقي غيشري. انا غندير 10 ولا 20 مبيعه في النهار في الديجيتال، نديرو غير نص بالنص، اولا انت دير 30% الناس اللي غيعاودو يرجعو عندك،
ولكن باش يسهل الحساب نديرو غير 50%، يعني خمسه الكليان كل شهر غيرجعوا، خمسه الكليان كل شهر غيرجعوا لي، خمسه الكليان كل نهار غيرجعوا، ضربها في الشهر ضربها في العام، يعني غادي نولي ما تنخسرش بزاف في الفلوس في الفيسبوك ادز. ديك الساعه بغيت نخسر ودير كليان ماشي داير مبيعات، داير كليان. ديك الساعه خويا دوك الفلوس اللي غنشد سير دير بهم، ديك الساعه سير دير بهم ديك الساعه الدروب شيبين، دير بهم الكاشون ديليفري، سير اخويا دير بهم التداول، سير دير بهم. علاش؟ حيت ولا عندي واحد السورس اوف انكم كتدخلني الفلوس، ومن حقي دابا اي مجال بغيت ندخل ليه نقدر ندخل ليه ونخسر فيه وما يهمنيش، ما يهمنيش. ماشي انت اخويا عندك واحد 2000 درهم ولا 3000 ولا 5000 درهم باغي تدخل التجاره الالكترونيه وانت ساكن في شي بلاد بعيده، ساكن انت مثلا في زاكورة وباغي تبيع وتشري في البرودويات الشينوا كاينين في كازا، وغادي تتولي كتشوف في التليجرام، حيت هذاك الحل بالنسبه لك هو تليجرام. وتليجرام اخويا السلعه كيضربوها لك في جوج، برودوي ديال 30 درهم تلقاه في تليجرام صاوي 60 درهم، وقاعده الربح في الشراء ماشي في البيع. واش انت شاري برودوي من تليجرام ب 60 درهم وواحد شاريه ب 30 درهم، هذاك غيبيعو بثمن في فيسبوك، غيبيعو بثمن وانت غتبيع بثمن. فيسبوك ادز على بالنسبه لي اللي كيبيع ب 300 درهم يسحبك، هو اللي كيبيع ب 140 درهم راه اللي بالنسبه للفيسبوك ادز اللي كيبيع ب 140 درهم غتقام عليه البرشيز رخص من اللي كيبيع 300 درهم. غايقول لك صحاب 300 درهم الكوميسيون اللي غناخذ معاه، هذاك راه تيبيع ب 300 درهم راه تا ودكي، راه بحال شي كوميرسيال يقول لك علاه انا غنبيع لك الدار ب 80 مليون وغتعطيني 1000 درهم، ايوا راه بحال نفس المساله تيقول لك. داكشي علاش ترجعوا على العلاقات الانسانيه. انت مثلا في الزاكوره مثلا غتمشي تشد البرودوي من تيليجرام ب 60 درهم، انا غنمشي للسوق غنشدو ب 30 درهم. انا كنعرف عبد الرحمن عشيري كنضرب معاه الطواجن غيبيعوا لي انت ديالنا، نبيعوا لك ب 20 درهم. كل واحد شوف ملي غنبغيو نبيعوا البرودوي كل واحد بشحال غيبيعوا. انا اللي شاريه ب 20 درهم غنبيعو اخويا انا ب 110 درهم، غنبيعو ب 99 درهم. انت اخويا شاريه ب 60 درهم غتبيعو ب 199 ولا 200 درهم، هذا اللي شاريه ب 30 درهم شو حتى هو الثمن. اذا شكون اللي زمتك في النهايه؟ واللي شراه ب 20 درهم حيت غيعرضو بثمن قل غيتزادوا المبيعات. وداكشي علاش الا كنتي الناس اللي دايرين التجاره وتيبداو انت تجي للكومنتي يقول لك لا راه بان ليا واحد الاعلان ديالكم، هو تيسحب واحد انت اللي داير ليه الاعلان تيقول لك راه بان ليا واحد الاعلان ديالكم كتبيعوه غير ب 49 ب 149 درهم وانا بغيت تبيعوه ليا ب 300 درهم، وراه واحد اخر تيزمت فيك تما، فهمتيني؟ فلهذا كان هذه واحد النظره عامه وشموليه حول التجارة الإلكترونية في 2022. أتمنى أنني كنت واضح في النقاط اللي إشرت لها، ونشوفوا تتمة الأسئلة. وغتقول لي واحد القضية، شوف أنا ما تنقطع رزق حتى حد، ولكن نقول لكم واحد القضية، راه ما تاخذش شي دورة شي فورماسيون مدفوعة في التجارة الإلكترونية في المغرب. اسمعني يا أخي، اسمعيني يا أختي، شي واحد اللي تيقول لك تاخذ شي فورماسيون في التجارة الإلكترونية في المغرب، أختي راه هذاك الشيء كله موجود في يوتيوب فابور. كلشي هضرين عليه في يوتيوب فابو، ها باش تكون عارف. كاينين شي وحدين غيتيربحوا في فيسبوك ادز، حضرت لشي وحدين، حاجة وحدة لا تعرفي أن الكونفيرشن بير بيرشيز هي اللي كنخدموا في الادز، وطرد البال حيت تيقول لك لا يوجد شيء مجاني، فأنت سميتو، كاين اللي كيعطيكم شي ستور باش يخدم بالستور ديالو ولا شي خدمة، المهم طرد البال، نويزق، ناخذ الفابور، أي حاجة فيها تشجيع على هذا نحضي منها، خذ المعلومة فابور ولكن حضي حيت العرف فيهم هاد القوال، فهمتي؟ شي لعيبة ولا يقول لك شي بلوغين ولا شي هذا، فهمتي؟ راه البلوغين هو اللي بغى يدير لك هو، فهمتيني؟ أنت خذ لي فابور وشي حاجة تشجيع، لا خاصك تخدم بهادي ولا هذا رد البال، قول أتونسيون تشعل عندك ديك البولات تخدم، ولا إلا كاع ما إلا تلفتي غير أجي سولني في اللايف، راه كندير لك لايف، كندير اليوم اللايف في الفيسبوك، غدا كنديرو في انستغرام. تقدر ندير لايف اخر في الانستغرام على حسب الوقت. جي سولني قول لي اخويا راه شفت واحد اللعيبه بلا ما تذكر لا سميتو لا الدوره، قول لي غير شفت واحد اللعيبه اش بان لك با امين. انا نقول لك بكل حياديه اش كاين، ماشي غنقول لك لا ولا لا، غنقول لك ونعطيك التحليل باش تمشي مقتنع مع راسك، فهمتيني؟ كلشي راه موجود، ما يضحكش عليك شي واحد في التجاره الالكترونيه في المغرب راه ما كاينش شي دوره دابا، راه ولاد الحرام كيدخلوا الفلوس من دوك الدورات باش تكون عارف، كيبيعوا غير 30 حبه. راه انا واحد خونا كنت حاضر ليه في السوق، دابا انا باش نقولبهم داخل السوق وما عارفينيش حيت ماشي انا اللي كنبان، فهمتي؟ واحد خونا تنعرفوه تيخرج 30 حبه، تنعرفوه تيخرج 30 حبه، تنعرفوه، فإذا به سنتفاجأ به في اليوتيوب، تيقول للناس تنخرج 1000 حبه في النهار، الله أكبر، الله أكبر، 1000 اخويا كون هي ما تنعرفو تتخرج 30، والله القسم كون انا ما تنعرفوش،
نشوف داك الفيديو ديالو تيق الطريقه باش كيهضر والسلاسه باش كيهضر والايمان باش كيهضر واحد القرار ولا قريب يضرني عطي واحد الخشوع زيد بها تيخرج 30 حبه بصح وحق الرب الا كنهضر معاكم وكنقول لكم الواقع انا عارفو تيخرج 30 حبه تيقول الناس تنخرج 1000 حبه في النهار تيكذب على عباد الله باش يخشيهم في الدوارات ويبيعوا في الدوارات ايوا هادشي اللي كاين